سلام عليكم. مرحبا شباب، انا ايه النهارده معايا دول لينكس. حلقه النهارده شباب ما اعرفش بصراحه هدخل اعمل ايه، بس قبل ما نبدا نتفرج على الحلقه دي وسمعت الاذان روح صلي وفخ من الموضوع ده خالص كده، بس تذكر الله صلى على رسول الله، روح تحط لايك عنيف اشترك على القناه. بين جيم حلوين اهم ايه الايفنت اللي موجود في الوقت الحالي؟ انا موجود حاليا في اريا 6. انتوا عارفين ان الجيمات دي بتكون سهله جدا، خلونا احسن ندخل مع بعض جيم رانك. طبعا السيزون بتاع الرانك انتهى وده سيزون جديد، فطبعا هنبتدي الرانك من اوله زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، وهنحاول نصعد مع بعض باذن الله ونعمل بقى ايه بقى شغل مفتيكه بقى. نطلع رانكد باذن الله، الحلقات اللي جايه كلها نطلع رانكد باذن الله. طبعا انا مش هلعب الاول، هو اللي هيبدأ الأول. مش مرتاح للجيم ده، شكله جيم كاتيان، جيم كاتيان وضعيف. معلش يا جماعة بقى نستحمل بعض شوية، الجيم بتكون ضعيفة في البداية، نادرا لما بنلاقي حد جامد. طب شباب نخش على اللي بعده. اجماع هنتفرج على جيم مفتيكه، شكله مفتيكه باين عليه، هو بيلعب بالتيميت دراجون وانا بلعب بالتيميت دراجون، هو بيلعب البلو ايز وانا بلعب البلو ايز، هو بيلعب بكايبا المستقبلي وانا بلعب بكايبا المفتكاوي، وان شاء الله بقى ده يبقى جيم بقى ايه. شكله عامل البلو ايز بشكل مختلف، نشوف مين فينا بقى اللي هيبقلش التاني، نشوف مين فينا اللي هيركب التاني السفينة. ماشي، الجيم ده في كابتة ياتي، الجيم ده في كابتة ياتي. ما علينا، بص هنلعب الزيتونة ماشي ماشي، وهنلعب سيج with eye of blue. ونزلنا حتة ازرق العينين، نزلنا حتة ايه ازرق العينين، وهنلعب نقطة التحذير. انا هتكلم بالعربي ماشي، انا هتكلم بالعربي. ايه هنلعب ازرق العينين، هنهجم. هو ده بيعمل ايه اصلا الوحش ده؟ ما علينا مش عايز اعرف. ثاني دوري، الحجر الابيض هيشتغل من المقبرة، هنجيب حتة ازرق العينين من المجموعة للملعب. تمام كده، احنا بقى معانا اتنين تنينين زرق الايه؟ زرق الاعين. ده معانا اتنين ازرق العينين، ابو العينين. طبعا معانا هنا نقطه تحذير، نقطه التحذير ديت حلوه قوي، بيقول لك لو لعب وحش تقدر ان انت ايه تستهدفه ما يقدرش يهجم وما يقدر. يا كلام بقى، احنا لحقنا بقى، ما ينفعش كده، ما ينفعش. ندخل جيم تاني ماشي. انا الاول، ده هيبقى جامد، ده هيبقى جامد. ايه ده معاه 30 ورقه. لعبة ورقة اسمها بينجو ماشين، آلة البينجو دي فيها بلو ايز. تصدق مجموعة ايدين ل 30 ورقة، تمام كده. ده هيهجم يا جماعة، يبقى ما بيعرفش يلعب، ما دام هيهجم يبقى ما بيعرفش يلعب. هنشغل الميدن، هننزل حتة ازرق العينين الملعب، ازرق العينين نزل الملعب في الهجوم. تمام
ماشي معانا حته سيج، احنا هنكسب الدور ده وخلاص بقى، هنكسب الدور ده، هنفعل السيج على العسليه ونجيب حتتين ونشغل العسليه كده، هنزلنا باتنين ازرق العينين كده، معانا حتتين ازرق العينين، الحته الاولى هي ازرق العينين ماشي، والحته الثانيه ازرق العينين اهي، بقى معانا ثلاثه ازرق العينين. خلاص انتهى الجيم، انتهى الجيم يا شباب. والله يعني كان بدي اوريكم بقى الاوفر لورد هليوبلس، وكان نفسي اوريكم بقى الثاندر اند دراجون، وكان نفسي اوريكم الجالاكسي اي فول ارمر فوتون دراجون، كل ده اسمه. ومال لازم الجيم يبقى خاتمته اسطوريه، لازم تبقى الخاتمه اسطوريه ماشي. احنا نلعب الجالاكسي ايس فول ارمر فوتون دراجون، قوته 4000، سلام، فخامه مش هنلعب اي حاجه برضو، يعني مش هنلعب اي حاجه برضو يا جماعه. تمام، هنشيل ورقه ماتريال وندمر الوحش بتاعه، شلنا ورقه ماتريال ودمرنا الوحش، نهجم بقى يا شباب هجمه ب 4000 عشان ما يقومش خالص، ينام ما يقومش خالص، ينام. نايس. برضه في احسن، برضه في احسن. ماشي يا شباب، ندخل جيم تاني. ماشي، ندخل جيم تاني. هيلعب بباكيزا ايزينسكي ماشي، والجيم ده يبقى جامد مش اي جيم. احنا لو كسبنا هنطلع رانك ماشي، 22 ورقه، ماركو اوف ذا دراجون، علامه التنين السمين. الله يا ابني، الله يا ابن بلدي. هنلعب كارد اوف كونسونانس ونبعت زيتونه حجر، وانتوا عارفين الحجر بيعمل ايه. نلعب الورنينج بوينت، نقطه التحذير والكارما والميدن، ولا ايه؟ نلعب الميدن بس، نجيب حته ايه حجر هيشتغل، نجيب حته ايه بلو ايز ازرق العينين ماشي، جبنا ازرق عينين معانا في الملعب، حته ابو العينين وحته ام الشعور وحته نقطه تحذير وحته كارما، البت كارما تمام. طبعا نزلت وحش ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. هقول لك على حاجه، احنا نلعب ايه الورنينج بوينت، نبوظ له بالظبط كده، الورنينج بوينت دي بوظت له الورقه خالص، لا يعرف يستخدمها اكسيز فيوجن اي بتنجان، مش عارف يستخدمها في اي بتنجان، يعني هي مرميه كده خلاص ملاش لازمه، لا سينكرو ولا اكسيز ولا فيوجن ولا اي بتنجان، بس خلاص نهى دوره، مش لاقي حاجه يعملها. طبعا معانا حته كارما كات في الملعب، ومعايا برضو ممكن نلعب بيها ايه بقى. بص اتفرج بقى، هو معاه ورقه تراب، نخلص منها ازاي؟ نعمل تاثير على الميدن، ونشغل الميدن، نجيب تنينين، اول تنين هنجيبه ازرق العينين، حلو الكلام. بعد كده نجيب ايه سبيريت، السبيريت ده نستهدف ورقه تراب نبقلشها عشان ناخد راحتنا، بقلش التراب ده ايه بقى، الله السلام. احنا ممكن نهجم دلوقتي الموضوع يخلص، تحبوا نهجم دلوقتي الموضوع يخلص، ولا نقعد نستعرض معانا بقى ايه حاجات استعراضات بقى ايه كتير اهو. بص وحوش استعراض بقى مش هنستعرض، نهجم على طول. بسم الله لسوع سبيريت، برافو عليك سبريتاوي، ازرق العينين اديله العينين، هتعمل ايه الورقه ده، هتعمل ايه دي اشتغلت. هينزل وحشه الروما، مونسترز فروم يور ديك، نزله حبيبي، تنزل اروما، نزلت اروما خلاص كده، خد لك حته كارما على طول، يلا ها
سلامه الله ورعايه الطفل. التك يا ابن الشايبه يا ابن الشايبه. فلت الله كايترويد. مش بقولكوا الجيم ده هيبقى جامد؟ الجيم ده هيبقى جامد. زود نقطه ولعب وحش مش عارف ايه وعمل امباليه ولعب باليه وكلبص بجنيه وعمل كل حاجه. الجيم ده فانتهيت عسل. انتهيت. بص بقى انا كنتش عايز استعرض المره اللي فاتت بس انت بقى اللي اجبرتني بقى على الاستعراض. انت اللي اجبرتني. انا نزل له حته اوفر لورد هيليوبليساوي. نزلت له حته اوفر لورد ايه هيليوبليساوي عشان ايه اريحه من الورق السبيل اللي فوق دي. عشان الورق السبيل اللي فوق دي اللي عامله قلق عامله نوش عامله ايه عامله نوش هدمرها له. دمرت. نهجم. سلام. هذا بيدافع اهو دلوقتي. بقى بيدافع شباب. بس. شكرا. انا كنت محتاج حاجة حدق بيها. محتاج حتة. حاجة حدقة. محتاج حاجة حدقة. قلب الورق. بعت لي الزيتونة. بس بص بقى الحركه دي بقى نختم الجيم بقى نختم الجيم ماشي. هنشغل حجر قديم الحجار القديمه نجيب حته بلو ايز وايت حته ازرق العينين ونفعل السكيلز المهاره ونختم الجيم ماشي يا شباب. فعل ايه كده بقى حته دم اديله بقى في الدم اديله في الدم اديله كايبه. انزل بالتنين التوأم. التنين التوأم ملتصق الرأس ذو الرأس الملتصق. التنين التوأم ذو الرأس الملتصق. اهجم هجوم بقلشه. يلا هليوبلس الهليوبلساوي. فضيله ضربه. معلش يا شباب معلش معلش. هي ضربه هي ضربة وهمحيك اكيزة. انسحب اكيزة. انسحبي. انسحب احسلك. لن تصمدي. كيب لسواعك. وحط عليك. وركبك الشلحات. انسحبت بالفعل. شكرا اكيزة على هذا الجيم الرائع. كان شباب مقطع اسطوري لو حابين نتكلم مع بعض في يوجي يو دو لينكس الحلقات اللي جاية. ونطلع رانك. حط لايك شير كومنت سبسكرايب على الجرس. واستنى الحلقة اللي جاية. سلام.